وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز برامج التوعيه لكافه المواطنين بشان الاجراءات الاحترازيه المتخذة للوقايه من الاصابه بفيروس كورونا فضلا عن التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الاجراءات خاصه في الاماكن التي تشهد تواجدا كثيفا من قبل المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه، حيث شهد الاجتماع متابعه الوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهوريه. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه. بان الاجتماع شهد متابعه الوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهوريه، فضلا عن الموقف التنفيذي للمحور الصحي للمشروع القومي لتنميه الاسره المصريه، وكذا سير العمل بالمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، الى جانب جهود الدوله لتخفيض حجم حوادث الطرق، وقد عرض الدكتور محمد عوض تاج الدين في هذا الاطار الاجراءات الحاليه المتخذه من قبل الحكومه لاحتواء انتشار فيروس كورونا. بما فيها حملات تطعيم المواطنين وكذا تجهيز كافه المرافق الطبيه لاستقبال الحالات والتعامل معها وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز برامج التوعيه لكافه المواطنين بشان الاجراءات الاحترازيه المتخذه للوقايه من الاصابه بفيروس كورونا فضلا عن التجديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الاجراءات خاصه في الاماكن التي تشهد تواجدا كثيفا من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمية، مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في هذه الأماكن، وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها. وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة. كما وجه السيد الرئيس بالاستمرار في حملات التطعيم للفئات المستهدفة من المواطنين. وكذلك تيسير حصول الذين سبق لهم التطعيم على الجرعات المنشطه من اللقاحات بالاضافه الى دعم مستشفيات الصدر على مستوى الجمهوريه بمزيد من الاجهزه والمعدات اللازمه للتعامل مع حالات الاصابه بفيروس كورونا الى جانب تعزيز قدراتها الاستيعابيه بما يمثل اضافه هامه الى المنظومه الصحيه في مصر بشكل عام وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى الزيادة التي تمت في أعداد السيارات الطبية المجهزة في إطار المشروع حيث تم التعاقد مؤخرا مع الجانب الألماني على توريد 500 سيارة قوافل طبية جديدة مجهزة بشكل كامل وقد وجه السيد الرئيس بأعداد خطة متكاملة لتوفير كافة الإمكانات اللازمة للتشغيل المثالي لهذه السيارات وتحقيق الاستفاده القصوى منها بما فيها توفير الكوادر البشريه الطبيه والاداريه المؤهله على اعلى مستوى الى جانب التنظيم الدقيق للجداول الزمنيه لحركه هذه السيارات وكذا توفير التجهيزات والمعدات المطلوبه لتشغيلها وصيانتها أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، موجها سيادته باستكمال العمل على إنشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الإعلامية لنشر الوعي الجماهيري نحو فائدة هذا المشروع القومي الهام ومردوده الصحي على المواطنين. وقد اطلع السيد الرئيس على جهود الدوله لتخفيض حجم حوادث الطرق موجها سيادته بتعزيز الاجراءات التامينيه المتبعه على جميع الطرق العامه والسريعه من خلال الاستعانه بالعنصرين البشري والالكتروني وذلك لتحقيق الانضباط المروري وضمان سلامه المواطنين والمركبات